وفي المجموعة ذاتها تغلب المنتخب الأردني على منتخب سنغافورة بأربعية نظيفة، افتتح عبد الله خالد ديب عند الدقيقة 18 وأضاف خليل زيد بني عطية الهدف الثاني عند الدقيقة 52، أتبعه أحمد هايل بالهدف الثالث عند الدقيقة 55 قبل أن يعود هايل عند الدقيقة 74 ويختتم رباعية منتخبه الذي تصدر المجموعة.